منى رمال، ديريكتريس ادجوينت دو ليكول ابن مشيش ان شارج دو بري سكولير. اليوم كنحاول غير نعطي واحد نظره على كيفاش تعاملات المدارس ديالنا في هذه الجائحه. حنا المدارس ديالنا ملي بدات الجائحه حبسنا لو 13 مي، كانوا علموا بان غادي يكون انقطاع المدرسه. عندنا اون بلاتفورم لو 17 مي بدينا كنصيفطوا فيها الخدمه الدراري لجميع المستويات، من التمهيدي حتى الكوليج ليسي. كنصيفطوا الخدمه افيك دي فيديو افيك دي زيكزيرسيس افير، اي لي ميتريس كلهم كانوا بريت زعما ابارتير دو ماردي 17. على حسب كل سيكل خدمنا معاه بطريقته. كاين التمهيدي، الاخصائيين كيقولوا بان ما يمكنناش نديروا معاهم ديكور ديال زوم لان لو دوغري دو كونسنتراسيون عندهم قليل بزاف، دونك كنخدموا معاهم افيك دي فيديو، ولكن كنصيفطوا لهم لو بلانين كامل ديال لا سيمين افيك الخدمه ديالهم كاملين افيك لي فيش افيك لي ريتوال لي شانسون لي زيستوار بحال اللي كاينين في المدرسه. كنجيو كل سيمانه للمدرسه كنصوروا القسم باش كيبقاو عند الدراري ديك يشوفوا القسم ديالهم ويتذكروا ديك لا ميموريزاسيون اللي كنا كنديروا معاهم في وسط العام. بالنسبه للابتدائي بدينا نخدموا في الاول بزوم، زوم عندها 45 مينوت وكتقطع. شرينا دي ليسونس لكل استاذ، يعني عندنا في الابتدائي اكثر من 443 حصه ديال زوم في كل سومان مع الاساتذه مع التلاميذ ديالهم. كيديروا العربيه، الرياضيات، الفرنسيه، الرياضه مع استاذ الرياضه، السبور مع استاذ السبور، والانجلي مع الاستاذه الانجلي. يعني بالنسبه لنا وليداتنا ما بقات خاصهم حتى شي ماده، المواد كلهم داروهم في زوم. وعاد لا بلاتفورم بقات خدامه، لا بلاتفورم تعدينا 10000 ملف اللي مشى من في هاد 13 ديال السيمانات اللي بداو، لان دابا حنا وصلنا لا 13 سيمان. عندنا جمعيات الاباء، ناس الله يعمرها دار خدامين معنا من نهار اللي بدينا، وحنا خدامين اون كولابوراسيون، هما كيشوفوا الا كانت شي حاجه خاصه كيقولوها لنا، وحنا لا ميم شوز، حتى جينا شي حاجه كيعاونونا فيها، احتاجوا شي حاجه كنعاونوهم فيها، ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للجائحه ديال كوفيد، قررت اداره المؤسسه باش دير 30% تضامنا مع الدوله، مع المغرب، مع هادشي اللي وقع كامل، لان الناس كلهم ضامنوا، حتى حنا اول مدرسه في طنجه خرجت بهذا القرار، وفرحوا به الناس الاباء بزاف صراحه. وفتا في لي ريزو سوسيو، راك عارف دابا لي ريزو سوسيو كلشي كيهضر عليه، وكلشي كيهضر على مدرسه ابن مشيش. شوفوا مدرسه ابن مشيش دارت 30%، اول وحده دارت 30% في طنجه الا ما خفت نكذب، في الجهه ديال الشمال كامل. جاو الاباء كيطلبوا اكثر، دونك داروا عريضه، طلبوا متطلبات اكثر، منها 70% الحضانه، شهر 6 فابور، 50% من الابتدائي حتى الكوليج ليسي، لي فري دانسكريبسيون نقص منهم. المهم متطلبات اللي هما طالبوا بها، هذاك من حقهم. جمعيه الاباء مجبره باش توصلنا الطلب ديال الاباء، لان هي كتمثلهم، دونك هي كتنقل طلبات الاباء وكتصيفطهم. درنا معهم اجتماع الاول، اجتماع الثاني، حاولنا الناس اللي مسؤولين، لان هذا سي لو ديريكتور فينونسي افيك الناس اللي مسؤولين ديال الاداره، درسوا الموضوع مرارا وتكرارا باش يحاولوا يخرجوا بشي ريزولتا. لقينا بان صعيب باش يزيدوا ينقصوا اكثر، لان احنا مع هذه الجائحه احتفظنا بالمستخدمين ديالنا كاملين، من كوسوسوا سائقين، ناس النظافه، ناس لاكونتين، الاساتذه كاملين، المؤطرين، كل شيء، حتى شي واحد ما بقى بلا خلاص. مع العلم اننا ما كناش مخلصين، دونك حتى حنا حتفظنا من كريدي اوكسجين اللي حتى هو بليزانتيغي ديالو، ماشي كيعطيه لك باش تخلص الناس هذا، دونك خدينا كريدي اوكسجين باش نقدرنا نخلصوا الناس. الحمد لله جوسكا بريزون حنا دابا في شهرنا الثالث، شهرنا الرابع، ولكن شهر الثالث خلاص كل شيء تخلص.
مع العلم ان الناس كانوا مازالين ما مخلصينش، وما عمرنا وقفنا شي واحد ولا قلنا له لا انت باباك ما مخلصش، هذا التلميذ لا علاقه له بهذا. التلميذ كيقرا وكيتبع لي كور ديالو، دايرين لهم لابسونس، يعني اي واحد غيب كتجينا غير كتجينا لا ليست ديال لي زابسونس، الناس ديال الاداره كيعيطوا علاش ولدك تغيب. الحمد لله عندنا واحد لو دو بريزونس كيتعدى 98%، que ce soit في الماترنيل ولا في البريمير ولا في الكوليج ليسي. بالنسبه للكوليج ليسي دايرين مايكروسوفت تيمز ودايرين دي جروب واتساب اوسي في البريمير، بريمير ماترنيل كوليج ليسي، باش كنتواصلوا مع الاباء ديريكتومون، ما كتبقاش المعلومه لان راحنا بغينا او كرهنا واتساب ولا مهم بزاف وكل شيء عنده تليفونه في يدي، دونك كنخدموا به باش كنوصلوا المعلومات للاباء. الكومونيكي اللي درنا فيه كنعلنوا باننا نقصنا 30%، درنا فيه بان على جميع الاسر المتضرره تقديم الطلب ديالها، ملف ديالها للمدرسه باش ندرسوا لوكا ديالها. هاد الناس اللي حدي الان عندنا اكثر من 30 طلب، مازالين كنجمعوا الطلبات، هما كلهم كيطلبوا الكتمان، يعني ما يمكنلكش تعدى لان كل واحد كيجي كيقول لك انا بغيت نحطو، كيحطو في ملف وكيحطو عندنا عند الناس ديال الفينانس. وليداتهم كيقراو، ما عندهم حتى شي اشكال، وغادي يكون بيان سور هما عندهم ان غوميز بوك و بلوز امبورطون فوار ميم الاعفاء لسيغتان كا على حسب لو كا باغ كا. دونك حنا مازالين كنتوصلوا بملفات ومازالين كنقولوا للناس اللي عنده مشكل يجيب الملف ديالو مرحبا. وهذا اللي ما خلاناش نزيدو نتجاوبوا اكثر مع الناس ديال جمعيه الاباء اللي طلبوا مازال تزيد طيح، لان ما يمكنلكش تزيد طيح واحد اخر منين يجي وتقول يقول لك انا ما عنديش باش نخلص، تقول له لا سيدي انا ما قالي ما ندير، خصك تخلص. دونك حنايا وهذا الشيء فسرنا لهم في الاجتماع وقلنا لهم فوالا لي كونطرانت ديالنا، فوالا حتى حنا لي زانفيستيسمون اللي درنا من ديك الساعات لدابا. غالبا الدخول المدرسي المقبل غيكون فيه ان كايت شارج جديد وغيكون فيه واحد المتطلبات جديده. حنا كنقولوا بان 100% الدخول المدرسي المقبل ما غيكونش بحال الدخول المدرسي ديال دائما، 100% غادي يكون فيه واحد الكايت شارج وغيكونوا فيه مصاريف زايده وغيكونوا فيه بزاف المسائل زايده اللي حنا المدرسه كتحملها، يعني وكنحاولوا وجدوا لها من دابا لان راه بقى شهرين على الدخول المدرسي ما بقاش بزاف. النقطه مهمه بغيت نشير ليها هي اننا بالنسبه للدراري ديال الحضانه وديال البريمير كل عام كعندنا واحد في دخلات المدرسه كندير لهم تقويم كنسميوه ايفالويشن دياغنوستيك باش كنتبازاو عليها بالنسبه للمرحله ديال لا ريفيزيون كامله. هاد العام غادي نديروها لهم معلوم بيان سور، وغادي نتبازاو عليها اكثر واكثر باش نعرفوا المستوى ديال الدراري، وباش منها هادشي اللي قرينا كله عن بعد غادي تكون عنده ليفالواسيون ديالو، منها غادي ان شاء الله غادي ننطلقوا باش نديروا المراجعه ديالنا باش ناتاكيو البروغرام ديال العام الاخر. وبالنسبه للحضانه الاباء كلهم غادي يجيبوا لي الخدمه ان شاء الله هاد السيمانه ديال هاد لي 13 سيمين اللي دازو كاملين، باش اساتذه كيصحوهم بالورقه وستيلو ماشي باغ واتساب، ونعمروا لهم لي بيلتان دابريسياسيون ديالهم لان حنا عندنا دي كومبيتونس ايفالوي ما عندناش النقط. وبالنسبه للكوليج وليسي غادي ندوز الكلمه للسي احمد بالغالي مدير ديالنا ديال الاعدادي والثانوي. فقط اضافه واحده هي بالنسبه للتلاميذ ديال الاولى بكالوريا، كنعرفوا بان غتجي العطله والتلميذ غادي يمر العطله نتاع الان كيكون واحد النوع من التراخي، وأربعة خمسة شو تنبير جمعه والسبت غادي يمشي يدوزوا الجهوي. حنا التلاميذ ديالنا حنا حاليا كنشتغلوا معهم الاسبوع الاخير ديال يونيو، غادي نديروا معهم واحد الجهوي تجريبي وغيتم التركيز والاستثمار على النتائج ديالو، وكذلك غادي نشتغلوا معهم في النهايه ديال الغشت اما حضوريا اذا سمح بذلك واما عن بعد بحال الدراسه اللي كنديروا دابا، ولكن ان شاء الله واحد شو تنبير وجوج شو تنبير غادي يجيو التلميذات عندنا هنايا، ونهار ثلاثة يصرحوا ونهار أربعة ان شاء الله نرافقوهم المؤسسات اللي غيدوزوا فيها امتحان، ونتمنوا النجاح ان شاء الله للجميع وبالتوفيق ان شاء الله.